بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى فقرة الصرف، المضادات والأزمنة في اللغة الفرنسية. كنا قد رأينا أزمنة لوموض أنديغاتيف، طبعا رأينا بأن هذا المود هو الأكبر من حيث تضمنه لعدد كبير من الأزمنة، تقريبا 10 أزمنة. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى لوموض كونديسيونيل، هذه الفقرة سنرى لوموض كونديسيونيل، وعلى عكس لوموض أنديغاتيف الذي يتضمن 10 أزمنة، فلوموض كونديسيونيل يعني أنه يتضمن فقط زمنين كما نلاحظ، لو بريزون و لو باسي. إذن لومبلوا دي كونديسيونيل، إذن استعمال لو كونديسيونيل est un mode utilisé pour exprimer un souhait. إذن لو كونديسيونيل بصفة عامة est un mode، إذن هو واحد المود utilisé أنه يستعمل pour exprimer، من أجل التعبير عن un souhait، التعبير عن تمني من أدوار طبعا لو كونديسيونيل، أنه يستعمل للتعبير عن التمني، شخص ما يتمنى. إذن هنا كما نلاحظ لا نتحدث عن فعل أنه تم حقيقة أو أنه يتم حقيقة أو أنه سيتم يعني بشكل مؤكد، في هذه الحالة طبعا سنستعمل لانديغاتيف كما رأينا، لكن هنا طبعا نتكلم عن تمني، مجرد تمني، ان ديزير، نتكلم عن رغبة، ومنها لو فيرب ديزيري يعني فعل رغبة في شيء ما. اون هيبوتيز، نتكلم عن فرضية، ممكن ان هذا الامر حدث مثلا او انه لم يحدث، ربما ان هذا ناتج عن هذا او انه غير ناتج عنه، نتكلم عن فرضية. او اون اكسيون سوميز ا اون كونديسيون، او نتكلم عن فعل سوميز انه خاضع ا اون كونديسيون، الى شرط. ومن كلمه لو كونديسيونيل كما نقول شرطي، اذا نتكلم عن شرط، اذا نتكلم عن واحد الحدث انه ممكن يحدث ولكن هو يخضع لشرط اخر، إذا نتكلم عن فعل مرتبط بسبب آخر. إذا ممكن أن الفعل يحدث إذا حدث السبب. إكزامبل أمثلة. جوري فولي باركورير لو موند. جوري فولي، إذا كنت أتمنى، كنت أريد. هل أنا قمت بالفعل؟ أنا لم أقم بالفعل. لو قمت بالفعل حقا لاستعملت لانديغاتيف، سواء نستعمل لو باسي كومبوزي مثلا، او نستعمل لامبارفي، او نستعمل لو باسي سامبل، الى غير ذلك في الماضي. اذا هذه الازمنه طبعا تتحدث عن افعال تحدث فعلا، اذا لو حدث هذا فعلا لاستعملت لو فان فولوار مثلا، لاستعملت الفعل هنا الذي يدل على حدوث هذا الشيء، سواء طفت أو زرت أو بأي فعل قمت به، نستعمل هذا الفعل في هذه الأزمنة التي ذكرنا في لانديغاتيف، لأن الفعل حدث فعلا. أما هنا طبعا فمجرد تمني، جوغي فولي باركوغيغ لو موند، جوغي فولي كما تلاحظوا عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فولوار، عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فولوار اللي هو فولي، مسبوق ب لوكسيليير افوار او كونديسيونيل بريزون، اللي مصرف هنا في الكونديسيونيل بريزون هو افوار، من بعد منه عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فولوار. اذا فنحصل في المجمل نحصل على لو كونديسيونيل باسي دو فيرب فولوار، كنت اريد أو ربما كنت أريد باركورير لو موند، ك
تمر نقول ربما أنني كنت أريد أن أطوف العالم. هنا لا نتحدث عن فعل حقيقي يحصل على الأرض، بل مجرد تمني أتلفظ به. سي جافي سي، سي جافي سي، كما تلاحظوا عندنا لو بارتيسيباسي دو فيرب savoir مسبوق ب لوكسيليار avoir à l'imparfait. À l'imparfait. فنحصل في المجمل على لو بلوس كو بارفي دو فيرب savoir. Si j'avais su, لو كنت أعرف، j'aurais voté pour lui. ربما أصوت له. طبعا عندنا هنا j'aurais بحال اللي عندنا الفوق، عندنا avoir au conditionnel présent conjugué au conditionnel présent suivi par le participe passé du verbe voter. أنه متبوع ب لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل فوتي، فنحصل على لو كونديسيونيل باسي جوغي فوتي بور لوي، يعني ربما لصوتت له. لو كنت أعرف ربما لصوتت له. ثم عندنا جو سوري أورو، أنا ربما سأكون سعيدا سي تو فوني بلو سوفون، إذا أنت أو أنت فوني كنت تأتي غالبا. إذا أنت كنت تأتي في الغالب، إذا لو أنك كنت تأتي عندي في الغالب كنت ربما أكون سعيدا. إذا جو سوري أورو، جو سوري أورو سي تو فوني بلو سوفون. ثم عندنا لي طون دي كونديسيونيل سون، إذا أزمنة الكونديسيونيل هي أولا لو بريزون. Le conditionnel présent peut servir à atténuer une demande. Et dans طبعاً تقريباً في نفس السياق le conditionnel présent، et dans هذا الزمن هذا اللي داخل تحت le mode conditionnel، et dans هذا الزمن اللي هو le conditionnel présent peut servir، يمكن أن يصلح à atténuer لتخفيض une demande، لتخفيض طلب او لتلطيف طلب. يعني الانسان تبغى يطلب واحد الحاجه وتبغى يطلبها بشيء لبق او بشيء فيه احترام بكيفيه فيها لطف، من اجل هذا الغرض نستعمل لو كونديسيونيل بريزون. اذن اكزامبل مثال جو فودغي، طبعا لو فيغ فولوار يستعمل بكثره في لو كونديسيونيل بريزون من اجل هذا الغرض. إنسان يريد عمل، إنسان يريد ماء، الإنسان يريد شيئا ما، إذا غالبا يستعمل هاد الفعل في هاد الزمن حتى يكون هناك لطف في الطلب، حتى يكون هذا الطلب ليس بطلب قاسي كما نقول. إذا جو فودغي فو راكونتي، أنا أريد كما نقول من فضلكم، جو فودغي فو راكونتي كما نقول أريد من فضلكم راكونتي أن أحكي لكم. إذا نقول هذا الكلام أو ليو مكان جو فو فو راكونتي. إذا نستعمل جو فودغي مكان جو فو، جو فو يعني أنا أريد، أنا أريد فيها شيء من القوة، كأن الشخص يفرض نفسه أنا أريد أن أقوم بهذا الفعل. إذا جو فودغي كما نقول من فضلكم أنا أريد. أو ليو دو جو فو، إذا نستعمل جو فودغي في مكان جو فو، جو فو فو راكونتي، أنا أريد أن أحكي لكم أنني أريد وأنني مصمم على هذا. إذن طبعا أنت لا تريد أن تقول هذا الأمر، وحتى لا يفهم كلامك هكذا إذن نستعمل لو كونديسيونيل بريزون. إذن طبعا فهمنا مغزى لو كونديسيونيل بريزون، طبعا بالإضافة للأمور التي ذكرها من قبل، أنه يأتي للتمني، أنه يأتي للتعبير عن فرضية إلى غير ذلك. إذا لو كونديسيونيل بريزون الذي يمكن أن يأتي في هذه السياقات التي ذكرنا، إذا كيف لنا الحصول عليه؟ إذا طبعا نعود إلى لا تيرمينيزون دو كونديسيونيل بريزون. إذا طبعا نهايات الفعل هي التي ستجعل الفعل يؤدي هذا المعنى. أون يوتيليز لو راديكال دو فيرب كونجوغي أو فيتور دو لانديكاتيف، إذا نستعمل لو راديكال
طبعا لو راديكال نتكلم عن الأحرف الفعلية التي لا تتغير، التي لا يصيبها تغيير، ولكن au futur de l'indicatif، أيما فعل نريد أن نصرفه في le conditionnel présent سننظر أولا صرفه في le futur de l'indicatif، ثم نأخذ لو راديكال، نأخذ الأحرف التي لا تتغير بدون لترمينيزون، بدون نهايات، كولون كومبليت التي نكملها أو نتممها باغ لترمينيزون دو لامبارفي. إذن طبعا سنأخذ لو راديكال دو فيتور سامبل ثم نضيف عليها لترمينيزون دو لامبارفي. إذن كما نقول أنه خالط بين هاد لو راديكال دو فيتور سامبل ثم لترمينيزون دو لامبارفي. اكزامبل كمثال، سي جو بوفي، لو انني كنت استطيع، سي جو بوفي، لو انني كنت استطيع، جو جوغي، يعني كما نقول انني ربما كنت سألعب، بلو سوفون، يعني في الغالب، لو انني كنت استطيع، جو جوغي، جو جوغي، ربما سألعب، بلو سوفون، يعني في الغالب. ثم عندنا سي جافي دو لارجون، لو كان عندي مال، لو كان عندي نقود، جو بارتيغي اون فواياج، ربما اذهب اون فواياج، يعني في رحله. اذا كما تلاحظوا بان الفعل مرتبط بواحد الشرط اللي هو غير محقق، سي جافي دو لارجون، لو كان عندي مال. اذا مجرد كلام، جو بارتيغي، انا انطلق اون فواياج، في رحلة. إذن هاد لوغير بارتيغ كما تنشوفو أنه مصرف أو كونديسيونال بخيزون، ونفس الشيء بالنسبة لوغيرب جوي. ثم مثلا نو فودغيون غونتخي بلوتو، يعني كما نقول ربما أننا نريد غونتخي بلوتو، أن ندخل باكرا، أن ندخل باكرا. إذن نحن نريد ربما أن ندخل باكرا، كما تلاحظو بأننا تنستعملو نو فودغيون، ربما نحن نريد، بدل نحن نريد. إذن كاين فرق. تيرمينيزون دي كونديسيونيل بريزون، كاين عندنا لو برومي جروب، ثم لي زوطخ جروب. لو برومي جروب مثل الأفعال المنتمية بأو إغ. إذن طبعا كما تلاحظوا تناخدو لو راديكال، تناخدو لو راديكال ديال لو فوتور سامبل، ثم نضيف له لي تيرمينيزون دو لامبارفي. بحال دابا لو فيرب إيمي، طبعا كما تنعرفو بأن لو غاديكال ديال هاد الفعل، ديال هاد الفعل هذا أو فيتور سامبل هو إيمي، تبقى نفسه. ثم نضيف له بدل لي تيرمينيزون دي فيتور سامبل، مثلا مع جو سنضيف أي، هذا في لو فيتور سامبل. هنا طبعا سنضيف لي تيرمينيزون دو لامبارفي اللي هي A-I-S. إذن سنقول جيمغي بدل جيمغي مثلا أو فيتور سامبل. إذن ثم نقول تو إيمغي بدل تو إيمغا، بدل تو إيمغا. إذن جيمغي تو إيمغي، كما نقول ربما أنت تحب أو ربما أنت تحبين. إيل إيمغي نفس الشيء، نو زيمغيون، فو زيمغيي، إيل زيمغي، إيل زيمغي، ربما هم يحبون. ثم مثلا لي زوطخ جروب، مثلا نأخذ لو فيرب فينيغ كي أبارتيان أو دوزيام جروب، الذي ينتمي للمجموعة الثانية. إذا سنقول جو فينيغي، تو فينيغي، إيل فينيغي، نو فينيغيون، فو فينيغي، إيل فينيغي. إذا هذا فيما يخص لو كونديسيونال بريزون. فيما يخص لو كونديسيونيل باسي، إذا لومبلوا دي كونديسيونيل باسي، لو كونديسيونيل باسي بو سيرفيغ ا إكسبريمي ا روبخوش أو ان روغري. إذا غالبا لو كونديسيونيل باسي يمكن أن يستعمل، يمكن أن يصلح ا إكسبريمي للتعبير عن ان روبخوش. روبخوش كما نقول لوم، ان روغري كما نقول أسف. إكزامبل،
idem que Mitel, tu aurais pu nous le dire, tu aurais pu. Idem que Mitel, l'ahdo adna aurait, hada, l'auxiliaire avoir conjugué au conditionnel présent. Adafna lao, le participe passé du verbe pouvoir. Idem que hassalna ala, le conditionnel passé. Tu aurais pu nous le dire. ربما كنت تستطيع أن تقوله لنا. ربما كنت تستطيع أن تقوله لنا. ثم il aurait voulu. إذن ربما هو كان يريد devenir avocat. ربما كان يريد أن يكون محاميا. il aurait voulu devenir avocat. إذن عرفنا بعد استعمالات le conditionnel passé, la construction du conditionnel passé. C'est un temps composé, idem هو الزمن المركب. On utilise l'auxiliaire être ou avoir, idem نستعمل l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent. بنفس الطريقة كما رأينا في المسابق. مثلا مع le plus que parfait, l'auxiliaire تتصرف في l'imparfait. ثم نضيف له le participe passé. idem هنا le conditionnel passé, أننا نستعمله l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent. Et on rajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Et dans nos déflaux, le participe passé du verbe à conjuguer. Et dans nos déflaux, le participe passé du verbe à conjuguer. Exemple, un petit là. Si j'avais de l'argent, je serais parti en voyage. Et dans le cas, ربما لذهبت. Je serais parti. ربما لانطلقت. En voyage. في رحلة. ثم nous aurions voulu rentrer plus tôt. إذن ربما كنا نريد. ماشي بحال الأخرى. ربما نريد الآن. ربما نحن نريد. هنا ربما كنا نريد. Nous aurions voulu. ربما كنا نريد rentrer plus tôt. أن ندخل باكرا. إذن كما تلاحظوا بأن لو كونديسيونيل باسي في هذه المسألة ديال ربما في هذه المسألة ديال لو روغري يعني كأنك تتأسف على هذا الأمر أو بعد مرات تستعمله من أجل لو روبخوش من أجل اللوم. مثلا كما رأينا قبلا تي أوري بي نو لو دير كما لو أن في الأمر فيه لوم كأنك تقول هذا الشخص كان عليك أن تقول هذا الأمر لنا إلى غير ذلك. إذن l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être conjugué au conditionnel présent كما قلنا بأن le conditionnel présent تناخذ le radical du verbe au futur simple ثم نضيف له la terminaison de l'imparfait. إذن نفس الشيء هنا طبعا l'auxiliaire avoir أو être أننا غناخذ لو راديكال ديالهم كما هو في لو فيتور سامبل ثم نضيف له بدل لي تيرمينيزون ديال لو فيتور سامبل سنضيف لي تيرمينيزون دو لامبارفي ثم نضيف طبعا في الأخير لو بارتيسيب باسي طبعا صرف لوكسيليغ أفواغ وصرف لوكسيليغ إتر هو هذا لوكسيليغ أفواغ جوري تي أوري إل أوري نو زوريون وزوريي Ils auraient. Ils auraient. ثم être. Je serai. Tu serais. Il serait. Il serait. Nous serions. Vous seriez. Il serait. ثم نضيف طبعا le participe passé. نقول مثلا j'aurais. ثم نضيف الفعل. ثم نضيف le participe passé. أو نقول tu serais. ثم نضيف le participe passé الخاص بالفعل المراد تصريفه. Le conditionnel passé. إذن نستأنف فقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.